ما ظنيش ان بعد الجواز هينفع ابعد عن نورهان، عشان كده صفيت كل الاعمال اللي ممكن تخليني اسافر وابعد عنيها. لو مشاريع مهمة تبقى خسارة. هي مهمة وانا زعلان عليها، لكن راحة البال عندي اهم. عين العقل يا مناع يا ابني، لو قدرت ترجع مشاريعك رجعها، وانا مش هزعل لو اتشغلت عني المستقبل. كانك معرفاش انك مشروع عمري اللي جاي يا نورهان. ربنا يخليك ليا يا رب. انا تحت امرك في كل اللي تطلبه يا توفيق بيه، مش عايزين نضيع وقت. الحقيقة انا مش متحمس لفكرة الجواز من غير خطوبة. الخطوبة خداعة وطول الخيط بيضيع الابرة يا توفيق بيه، والعريس والعروسة والاهالي كمان بيظهروا على غير حقيقتهم، والكارثة بتكون اكبر بعد الجواز. ايوه بس في احيان كتير الحقائق بتكشف قبل الجواز. صح، والجواز بيتم برضه، بس بعد كل عيلة ما تكشف عيوبها قدام العيلة التانية، ووقتها الكل بيضحي. الله، طب ما نضحوا من دلوقتي ونتوكل على الله. واديني قدامك اها، خد الضمانات اللي تريح. لا يا ابني، انا عارف انك مليونير، لكن الفلوس عمرها ما كانت ضمان. انا الدين والاخلاق هما الضمان الوحيد بالنسبة لي. يبقى نتفقوا ونرمي الحمول على الله.